النهاردة الصبح الحقيقة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اللي بيقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البرازيلي في قصر الاتحادية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، وتناولت أيضا هناك مباحثات هامة جدا، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك في كل المحافل الدولية، وده طبعا في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام، ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة. للعلم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بدأ زيارته لمصر امبارح الأربعاء، وبدأها طبعا برحلة للأهرامات والمتحف الكبير برفقة زوجته كمان في هذه الرحلة. طبعا ده شيء أكيد، على فكرة المتحف الكبير هيبقى من أجمل الزيارات مش بس للسياحة وللزائرين، ولكن أيضا للملوك والرؤساء لما يجوا مصر أكيد هيبقوا حابين يروحوا المتحف الكبير. خلينا نعود لهذه الزيارة، زيارة الرئيس البرازيلي ومدى الاستفادة والعلاقات الاقتصادية بين البرازيل ومصر، وأيضا علاقات يعني مر عليها أكثر من 100 عام في التبادل. خلينا نعرف مدى الاستفادة اللي ممكن تحققها مصر من هذا التعاون وهذه الزيارة. السفير أحمد درويش سفير القاهرة السابق بالبرازيل معي في هذه المداخلة، وهو أفضل من يحدثنا عن هذا. سعادة السفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين. يعني أطلعني تفضل. أنا الحقيقة متفائل برضو الحقيقة من الزخم الموجود حاليا في الوطن المتمثل في الزيارات المتلاحقة لرؤساء دول كبيرة، تركيا ثم تلاها البرازيل. والحقيقة البرازيل لها وضع خاص لأنها من الدول المحبة لمصر والحضارة المصرية. تمام. الطفره اللي حصلت في المعمار البرازيلي يعني تاثرت بالحضاره المصريه، وده كلام البرازيليين. من ناحيه ثانيه الرئيس لولا دا سيلفا رئيس الحقيقه محب لمصر جدا وللعرب والافريقيا، وحينما يعني توليت مهامي هناك كان بيحرص على حضور المجموعه العربيه والمجموعه الافريقيه، وده عرف كان بيثير حافزه الدول الاوروبيه وغيرها ان هو يعني لا يذهب للقاء السفراء في اجتماعاتهم. البرازيل دوله طبعا مش محتاجه يعني ان انا امدح فيها، دوله كبيره جدا، وخصوصا ان الرئيس لولا اهتم ببعض الموضوعات اللي تهمنا احنا في مصر، وعمل على يعني سعي جاد على ايجاد خطط. زي ايه؟ خلينا نرتبهم سعاده السفير. اتفضلي. اولا الخطط الخاصه بمكافحه الفقر في البرازيل. الرئيس عمل الحقيقه كذا يعني برنامج، واحنا لما كنا هناك يعني انا الحقيقه يعني ارسلت الجانب البرازيلي يعني ابديت رغبه ان احنا نستفيد منهم، فبعتوا لنا القائمين على التجربة، خصوصا البرازيل كمان كان عندها مشكلة وتعثر كبير في الاقتصاد. والحقيقة يعني الرئيس دي فترة بس وانا بالزبط. هناك كان هم الحقيقة اقتصاد كان كاد يصل الاقتصاد الخامس في العالم. مظبوط. وكانت البرازيل وقتها، دي بقى معلومة مهمة جدا، كانت بتقرض البنك الدولي والصندوق، صحيح، وعملتها وصلت ضعف الدولار. حصل بعد كده بقى المشاكل السياسية، صحيح، ده اللي كان بيحذر منها الرئيس دايما، رئيسنا الست الرئيسة فتح السيسي، فخامة الرئيس. ايوه. ان المشاكل السياسية بتؤثر على مسيرة التنمية، صحيح، ولذلك الـ يعني ده اللي حصل. ده انما البرازيل على سبيل المثال الحصر يعني طورت اولا التكنولوجيا الخاصة بالهندسة الوراثية، ولك يا حضرتك ان تتخيلي ان نوع واحد من المشاية عندهم وصل ل 155 مليون راس، واصبحت اسمه استوردوم الهند. واستوردوم الهند ليه؟ دي برضه معلش انا قاصد اقول الكلمه دي، لان المناخ مناسب، صحيح، يعني في دول تانية يعني استوردت من هولندا ومن اوروبا، وده كان خطأ كبير جدا.
ومعهد البحوث الزراعيه انشئ البرازيلي، انشئ سنه 73، واحنا بالمناسبه اول دوله تعقد معاه اتفاق. صحيح، ما احنا بقالنا علاقات اكتر من 100 سنه، فطبيعي نكون لا احنا موجودين. اكتر يا فندم، احنا اكتر يعني. اول صح. زياره قام بيها كان الملك بيدرو الثاني سنه من 153 سنه، وتلاها 1870، وبعدين يعني قبليها راح افتتح قناه السويس بدعوه من خديوي اسماعيل. تمام. يعني كان حاضر الملك بيدرو، كان حاضر افتتاح قناه السويس، فالعلاقات قديمه جدا وراسخه جدا جدا جدا. ميزه البرازيل انها متطوره في كافه المجالات. مثلا ناخد مجال صناعه السيارات، تنتج البرازيل مش تس... مش مش يعني بتصنع كده يعني التركب، لا تنتج يعني اغلب السيارات الموجوده في العالم. وتنتج طائرات امبراير وتوكانو وسوبر توكانو طائرات، وتنتج محركات رولز رويس، وفي كان تعاون بيننا وبينهم في هذا المجال. المطلوب ان احنا الحقيقه نسعى لايجاد فرص للاستثمار المشترك وتشجيع رجال الاعمال من الدولتين على عمل استثمارات في الدولتين عشان الامور تبقى أكيد. احنا أكيد. عن طريق طبعا البريكس، دخلنا البريكس ده خطوه كبيره جدا هيسهل لنا كتير. وبرضه البرازيل ليها استفاده لان احنا عن طريق مصر تنفض لافريقيا عن طريق الكوميسا طبعا وغيرها. طبعا يعني في الصناعات البرازيل طبعا، لان والبرازيل مصر هي بوابه افريقيا بالنسبه لها، فده شيء طبيعي. بقى البحوث الزراعيه، انا بحب اركز على الجانب الزراعي لانه مهم عشان في ضوء التداعيات الازمات الحرب روسيا واوكرانيا وازمه الغذاء العالمي والمستمره الى حد كبير وكده، والاسعار وارتفاع الاسعار السلع الغذائيه والمحاصيل الزراعيه. البرازيل بتنتج بكميات كبيره وعندها وفره في منتجاتها. تمام. ومن يعني في سواء في اللحوم او في الدواجن، او من ناحيه تانية في المحاصيل الزراعيه بالذات السكر والمحاصيل اللي احنا بنحتاجها في مصر. طيب وعندها اتفضلي. إذن يعني كل ما حضرتك ذكرته، إحنا أمام الحقيقة من الممكن أن نقيم علاقات اقتصادية قوية جدا، تبادل قوي جدا تحت مظلة البريكس كمان، هيبقى أيضا ده بالنسبة لنا يعني خطوة مهمة جدا، أعتقد أنها ممكن تساعد كثيرا في وضع اقتصادنا الاقتصاد المصري والتبادل اللي بيننا وبين البرازيل. أكيد. استفادة مزدوجة. أكيد. المهم بقى أن البرازيل لا تضع أي شروط ولا خطوط حمراء على نقل التكنولوجيا البرازيلي، وده مهم في كافه المجالات. يعني دول اخرى ما فيش داعي نسميها، يعني هتقول لك الحقوق وهتحكي لك لا يعني كلام فارغ، وهو هو يعني نافذه او باب للتدخل في الشان الداخلي بالمخالفه لميثاق الامم المتحده النص عليه عدم التدخل في امور تكون من السلطان الداخلي للدول. هم بيخالفوا كل الكلام ده. اكيد. يعني في يعني اصبح في جراه تعدي صارخ على البرازيل. ومصر بقى يعني بيتفقوا في امور عديده جدا، منها اعاده هيكله الامم المتحده واصلاح الامم المتحده واصلاح دور مجلس الامن والحد من الاستخدام المفرط للفيتو في قضايا احيانا لا تكون تهدد سلم الامن الدوليين. أنا هحتاج من حضرتك تعليق سريع جدا أستأذنك بس في الوقت. صرح الرئيس البرازيلي اليوم وقال لك إنه الدول الأقلية أو البلدان اللي الأقلية لا يصح إنها تتحكم في الأمم المتحدة. مظبوط مظبوط. يعني أنا عايزة تعليق على هذه الكلمة. تعليق سريع، وأنا من واقع خبرة، أنا يعني كان لي الشرف إن أنا مثلت مصر يعني مرتين في مجلس الأمن كمستشار المجلس في الثمانينات، ولما دخلنا العضويه الثانيه عينت يعني الممثل المناوب للمجلس. تمام. مجلس الامن اللي هو ده مصر مجلس الامن. تمام. يعني القبائل الافريقيه كانت هي السائده، ومع ذلك ما فيش دوله افريقيه عضو دائم في مجلس الامن. ويناهيك عن ما عندهاش حق الفيتو، يعني ما فيش مش عضو اساسا. فطبعا دي امور، ودوله زي البرازيل والهند ودول اخرى ومصر يعني عشان يبقى صراحه لا من تاريخ وقديم ودور صحيح. مؤثر في يعني اقليميا ودوليا لا الحق ان يكون عضو دائم في مجلس الامن. صحيح. بس فده ده الفكره بتاعت رئيس الاولى، واحنا بنشاركه هذا يعني أكيد. الطرح اكيد. يعني معلومات كثيره جدا اشكر حضرتك عليها جدا سعاده السفير احمد درويش سفير القاهره السابق بالبرازيل.